خير يا ابوي؟ فين اوضتك اللي بتصلي فيها؟ ليه يا ابوي؟ فين اوضتك اللي بتصلي فيها يا كامل؟ اتفضل. فين المصحف اللي هتقرا فيه؟ اها ليه؟ هاتوا. متوضي؟ متوضي ايوه. انا كمان متوضي. احلف. احلف على ايه؟ على كتاب ربنا اللي هتقرا فيه. احلف بايه؟ باللي شفته. احلف مين موت اخوه؟ احب على ايدك يا ابوي بلاش. احلف. مش هقدر يا ابوي. احلف على كتاب الله انك هتقول الحق وقوله دلوك احسن من بعدين. بلاش يا ابوي. احلف يا كامل شهاده قدام ربنا اللي هتصلي له. احلف. هي قالت كتفت ورمت في المصرف زي عمك. مرعي ما اترماش في المصرف اصلا يا ابوي. ايه؟ كفايه يا ابوي حرام عليك. حرام عليك انت. اللي ما هيقولش الحق هيبقى شيطان. عاوز تبقى شيطان يا كامل؟ لا، بس الشيطان احسن من نار جهنم اللي هتتفتح. احلف. احب على ايدك يا ابوي بلاش. احب على ايدك انا تحلف. حط المصحف على عينيك واحلف. قول والله العظيم هقول الحق. امسك. والله العظيم هقول الحق. قول. العركة بين مرعي واخواتي ما كانتش عند المصرف، كانت في الجزيرة. الجزيرة؟ ايوه يا ابوي. لما حماد جاي اهو. مرعي انت رايح فين يا مرعي؟ طالع الجزيرة مع اخواتي. ابوك مش قال لك الجزيرة؟ لا كمل ما تقولهوش. حاضر مش هقول. وعد وعد. وهات لي الفايش اللي وعدتني بيه. الحاج جاي تعمله حلو. خبزهولك من امبارح. تيجي يا شيخ كامل تتغدى معاني؟ لا انا هتغدى في بيت. العيد يا شيخ كامل. يلا يا مرعي. اللي حصل هناك انا ما شفتهوش. بس انا شايفه كانه قدامي. هتكتفوني ليه؟ تروح وتقول لابوك ما عايزش اروح الجامعه الامريكيه. بس انا عاوز. عاوز يعني ها؟ رحت اجيب الخضار، كنت كربان ومستعجل. رجعت وثبت في يدي، لقيتهم راجعين بالقارب من غير مرعي ووشهم اصفر، وفي ايدهم شالوا طاقيته. اتدريت منهم وسمعتهم هيقولوا اخرس خالص. حرام عليك يا خير. معيش اسمع صوتكم واصل. استنى بس يا خيري. المصيبه دي حرام عليك. كان كفايه تزعقوا له بس. دلوقتي هتعمل نفسك بريء. ما خلاص كلنا توحلنا فيه. احنا ما كانش نيتنا نموته. احنا قلنا نربط ويخاف ما يسافرش. وعجله فض مع الوجعه. حبيبي يا مرعي. يلا بينا من هنا. لو اتعرف انه اترمى من الجزيره يبقى فعل فاعل، لكن نقول انه اترمى في المصرف عشان يبقى المسحور اللي ساكن هناك جبل. ومشوا من عند المصرف
رموا شاله وطاقيته ومشوا. انا خدت الشال والطاقيه. وطرت على الميه. نطيت فيها. وعمت. عمت لحد نفسي ما راح. بقيت اطلع راسي. اخد نفس. وانزل ادور من تاني. وتالت. لحد ما طلعت. واللي قالته بدرة كذب. كانت عاوزة تغيظك. بدرة وامي يومها كانوا عند ابو بنور. انا روحت البيت ولقيتهم هناك. ليه بس؟ انا ما صدقت اللي قالته بدرة. عشان اشيل من جوايا شك ليه 3 سنين. هياكل في جسمي وعقلي وروحي. ودي الأمانة اللي ليا 3 سنين شايلها وحدي ومش قادر عليها. خدها يا أبوي، أنت أولى بيها. هذول اللي فاضلين منه. يا ريتك ما قلت لي. سامحني يا ابوي. يا ريتني ما حلفتك. يا ريتني ما عرفت. كان كفايه علي حزني على التوحيد. دلوقتي القلب اللي اندمل اتفتح من جديد. ليه يا ولدي؟ ليه؟ انت اللي حلفتني يا ابوي. سامحني. يا ريتني كنت اقدر اسامح. كنت ارتحت. روح يا ولدي. ربنا يسامحك. عاوزاه من ولدي. ابعدي عن سكتي دلوقتي يا لميعة. الا ولدي يا محمد. انا احبك صح. عقلي طار وراك وما رجعش. لكن الا ولدي. ظلمته في الاول ما تظلموش في الاخر. انا ظلمته؟ حرام عليكي. الوحيد اللي ما خدش من حنانك حاجه. طلقتني وانا حبلة فيه. كنت عاوزاه اسيبك على ذمتي وانت كل يوم تكسري حاجه فوق راس حد. كنت عالجتني. اللي يحب يداوي. لكن انت عمرك ما حبيتني. مع اني حبيتك ولسه احبك وحموت وانا قلبي معاك. سيبيني في اللي انا فيه. عارف كامل طلع زين ليه؟ عشان اتربى بعيد عنك. بعيد عن الغل والظلم. ظلمت مين؟ ظلمتني وظلمت قلبي معاك يا محمد.